السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، إزيكم؟ أخباركم إيه؟ النهاردة أنا جايب لكم فكرة جديدة، ممكن نقول عليه ابتكار، ممكن نقول عليه اختراع، ممكن نقول عليه حاجات كتير قوي. الفكرة ديت إزاي تقدر تخس بمقدار 4 كيلو ل 5 كيلو في الأسبوع. المكونات الفكرة ديت أنا قبل ما أجيبها لكم، طبعا أنا سمعت عنها من ناس كتير جدا، وقبل ما انزلها على القناة عندي كان لازم الاول ان انا اجربها واتأكد ان فعلا الفكرة ديت فكرة رائعة. الفكرة ديت انا اشتغلت عليها وانا نفسي جربتها ومشيت عليها لمدة 3 شهور لغاية دلوقتي، بس الفكرة او المنتج دوت بدأ يجيب معايا نتيجة من اول 10 ايام استخدام، وانا بدأت احس بالفرق، وده اللي شجعني ان انا اكملها لمدة 3 شهور. فكرة رائعة جدا وفكرة هتعجبكم، وهي 3 مكونات بس هنستخدمهم في الاختراع بتاعنا النهاردة. قبل ما اقول لكم على المكونات ديت، انا جسمي ما كانش كده، جسمي كان غير كده خالص، لكن بفضل الابتكار دوت او الاختراع دوت الدنيا معايا اختلفت كليا. دلوقتي هنروح لفاصل وارجع معاكم واقول لكم مكونات فكرتنا ايه بالظبط، وان شاء الله تعجبكم. فاصل ونكمل مع بعض. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومع بعض دلوقتي نبدأ نشرح فكرتنا. فكرتنا زي ما قلت لكم ان احنا ازاي نقدر نخس من 4 كيلو ل 5 كيلو في الاسبوع بعد استخدام 10 ايام. المكونات اللي احنا هنحتاجها كمون مطحون، قرفة، زنجبيل او الجنزبيل. المقادير دي كلها مقدار معلقة من كل نوع، بالاضافة لاستخدام خل تفاح. ولو ما فيش خل تفاح او غير متاح الخل تفاح، ممكن نستخدم عصير الليمون. طبعا كلنا عارفين المبالغ الطائلة اللي ممكن نصرفها في الجيم او في الاقراص اللي بتتباع ويتقال ليها مفعول السحر، او وبعد كل دوت في الاخر نلاقي ان النتيجة او المحصلة صفر. صدقوني عن تجربة وبجد وبحق وحقيق، جربوا الفكرة ديت وصدقوني صدقوني صدقوني هتلاقوا نتيجة كبيرة جدا جدا جدا، والامر معاكم هيختلف كليا. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنضيف المقادير دي كلها على بعضها وهنخلطها باستخدام خل التفاح. نبدأ مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط مقدار الكمون. طبعا كلنا عارفين الكمون واهميته في تنزيل الكرش، وفعلا هو بينزل الكرش بطريقة جبارة جدا. وهنحط عليه القرفة. القرفة طبعا ديت بتعمل على تثبيت السكر في الدم، فأثناء عملية الاحتراق ما بتحسسكش بالجوع. وبعد كده الزنجبيل أو الجنزبيل، ودوت بيساعد في عملية الحرق. الحاجات دي طبعا دلوقتي هنخلطها بعصير خل التفاح. أنا عايز أقول لكم إحنا بالنسبة للخل إحنا مش مرتبطين بكمية معينة، بس كل الموضوع ازاي يعني نفضل نحط الخل لغاية لما نحس ان هي بدأت تبقى عبارة عن عجينة متماسكة بالشكل ده كده. نفضل نعجن فيهم المخلوط في بعضه كده، نفضل نقلبه لغاية لما يتعجن مع بعضه ويبقى زي عجينة متماسكة. فالخل ملوش كمية معينة او مقدار معين، الشكل ده كده. طبعا طريقة الاستخدام، احنا بعد ما بنعمل الخليط بالشكل ده كده وبيتم عجنه بشكل جيد، بنبدأ ان احنا نعمله على هيئة اقراص او قطع صغيرة تشبه البندق، عبارة عن كور صغيرة تشبه البندق.
بعد كده بنحتفظ بيها في التلاجة كل يوم على الريق الصبح. بناخد بندقة او جزء من الخليط دوت، حباية من الخليط دوت، على ممكن نبلعها للي يقدر يبلعها، او لو حس ان هو صعب ان هو يقدر يبلعها ممكن يحطها في نص كوباية مية سخنة. طبعا المية السخنة احنا عارفين قدرتها الكبيرة في عملية الحرق بالشكل ده كده. هي طبعا كده على وشك ان هي بدأت تبقى متماسكة، بس علشان نسهل عملية الخلط وتبقى النتيجة جاية. طبعا عشان اوضح، الموضوع مش كله متوقف على الخلطة ديت لوحدها، لازم عوامل مساعدة علشان نلاقي نتيجة كويسة. العوامل المساعدة عبارة عن ايه؟ ان انا طبعا المفروض ان انا هقلل في كمية الاكل، مثلا لو باكل مثلا الرغيف يبقى مثلا رغيف الا ربع او نص رغيف، لو هاكل رز مثلا يبقى بلاش عيش، لو هاكل عيش يبقى بلاش رز. طبعا بالاضافة للتمرينات الرياضية البسيطة، خاصة تمارين البطن. وميزة تمارين البطن ان هي بتعمل على شد البطن بعد ما بيحصل عملية تنزيل البطن او الكرش، فطبعا بيبقى فيه زي ترهل بسيط كده في البطن، فلازم التمارين البسيطة ديت علشان تعمل عملية شد البطن. انا كده خلصت مسحوق، ابدأ ان انا اقسمها لقطع صغيرة بالشكل ده كده مثلا. طبعا ممكن زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة كده، خد عبارة زي قطع صغيرة بالشكل ده كده، وابدأ اعملها زي حجم البونبوناية زي ما قلت كده، او البندقة بالشكل ده كده، الشكل ده كده. احطها قطع صغيرة كده، مش كبيرة. الشكل ده كده. الشكل ده كده. طبعا اصدقاء الاعزاء، دوت الشكل النهائي للمنتج بتاعنا او للخليط بتاعنا بعد ما خلصناه، هيبقى بالشكل ده كده. زي ما قلت احنا دوت بقى ممكن نحتفظ بيه في التلاجة كل يوم الصبح على الريق، ناخد منها واحدة لو نقدر نبلعها، تمام. لو مش هنقدر نبلعها هتتحط على نص كوباية مية سخنة وندوبها ونشربها. طبعا دي بتتاخد قبل الاكل او قبل الوجبة بنص ساعة، قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء يوميا. وصدقوني صدقوني صدقوني هتحسوا بفرق كبير جدا، وهتلاقوا نتيجة كبيرة. ومنتظر تعليقاتكم، واللي يجرب الفكرة منتظر منه ان هو يكتب لي كومنت تحت الفيديو ويقول لي النتيجة معاه لقاها عاملة ايه بالظبط. بس اتمنى انه فعلا يجربها، لاني انا واثق بنسبة 100% ان النتيجة ديت هتغير حياته كلها للأحسن. اصدقاء الاعزاء، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس علشان يقدر اوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.